السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس السادس من الدروس الخاصة بالزالغوريتم. في الدرس غادي نشوفو سكون ابيل لي فونكسيون. باش نفهمو مزيان لي فونكسيون ناخدو ليكزامبل. ان عندنا ان الغوريتم سميناه اديسيون، اون فا ديكلاري كاتر فاريابل اكس واي زد دو في اون اونتيي، دو زوتر فاريابل ار1 ار2 اون اونتيي. نبداو البروغرام ديالنا، غنعطيو ال R1 لا فالور X زائد Y، R2 لا فالور W زائد V، غنطلبو من ليتيليزاتور يكتب X، غادي لي غادا تسجل X، نطلبو من ليتيليزاتور يطابي أن أوتر نومبر Y، لي غادا تسجل Y، دونك غنطلبو من الألغوريتم. كتبنا هاد لافراز لا صوم دو اكس بلس واي اي ار1، ار1 هي اللي عطيناها لا فالور اكس زائد واي. غادي نعاودو نطلبو من ليتيليزاتور انه يكتب زد، ليغ غادي تسجل زد، غنطلبو من ليتيليزاتور يطابي ان اوتر نومبر، ليغ غادي تسجل هاد لو نومبر في دبل في لا فاريابل دبل في. دونك غنطلبو من الالغوريتم انه يعطينا لا صوم ديال زد زائد دبليو في اللي هي ار2. دونك هذا هو لا فان ديال الالغوريتم. دونك الملاحظه اللي ممكن اننا نلاحظو على هذا الالغوريتم، مثلا الا كان عندي دي زوتر فاريابل من غير اكس واي زد دبليو في وبغيت نحسب المجموع ديالهم، خصني ديما نكتب اكرير ليغ اكرير الى اخره. دونك هنا كاين لا غودوندونس ديال لي انستركسيون، وحتى الكود غادي يولي عندنا طويل في حالة ما اذا كون صراه طويل، ولكن غادي يولي اطول الا كان عندنا بزاف ديال لي فاريابل خصنا نحسبو المجموع ديالو. دونك اشنا هي لا سوليسيون؟ لا سوليسيون هي نستعملو سكون نابيل لي فونكسيون، وهي اللي غنشوفو في المثال الثاني. في المثال الثاني دونك الالغوريتم غتبقى سميتو اديسيون، on va créer la fonction. La fonction غنعطيوها اسم الصوم، وفي الوسط من la fonction غنديكلاريو جوج ديال لي فاريابل en entier a و b. هاد entier تانية هي لو تيب ديال الريزلت ديال la fonction كاملة. من بعد غنبدا لي انستركسيون ديالي، غادي نديكلاري فاريابل سمي ريزلت en entier، غادي نبدا البروغرام ديالي ديال la fonction. دونك انتبهوا مزيان ان هذا البروغرام اللي خدام فيه سي ان سو بروغرام تابع لا فونكسيون ماشي تابع للالغوريثم جينيرال. غادي نعطي لا فاريابل ريزولتا لا فالور ا زائد بي، وغادي يعطيني الريزولتا، اي ابري كنكتبوا لا فان ديال لا فونكسيون. لاحظوا ان هاد لا فونكسيون هي ان سو زالغوريثم. دابا عاد غنبدا الالغوريثم ديالي دوبي، اي je vais déclarer trois variables x, y, w en entier. وغادي نطلب من ليتيليزاتور يدخل لو نومبر 1، لي غتسجل لينا هاد لو نومبر 1 في x، نطلبو منو يطابي لو نومبر 2، لي غتسجل لو نومبر 2 في y، وغادي نقولو للالغوريثم بلي ان لا فاريابل دو في هو اللي غادي يستقبل لا فونكسيون صوم. يعني بهاد الكتابة هادي انا عايز استقبل هادشي اللي كتبنا كامل في لونطيط ديال الالغوريثم كله غادي يستقبلو. دونك هنايا اي ابخي غادي نطلبو من الالغوريثم انه افريشي هاد لافراز لا صوم اي دوبل في لا فاريابل دوبل في اللي هو لا فونكسيون صوم اللي هي هاد لونسومبل دي زانستركسيون. يعني في حالة إلى هاد ليتيليزاتور كتب لو نومبر 3 و لو نومبر 4 غادي نحسبوهم بنفس لا فونكسيون، لو نومبر 5 و لو نومبر 6 بنفس لا فونكسيون، وما غاديش نكون محتاج أنني نديكلاري أشاك فوا بزاف ديال لي فاريابل باش نحسب ولا ندير بزاف ديال العمليات الحسابية، ونسى غادي ننهي الألغوريثم ديالي. دونك اون جينيرال لا سانتاكس دون فونكسيون كيتكتب كوم سا. دونك في الاول كنكتب فونكسيون نعطيها سميه، نديكلاري لي فاريابل نعطيهم تيب ديالهم، ونحدد لو تيب ديال الريزلت ديال لا فونكسيون كامله.
et après qu'on dit les instructions d'Yalina, les instructions, ça veut dire que si les crayons qu'on fait des algorithmes, il y a des variables, des conditions, des boucles et l'akhiré. Et après qu'on a fait fonction, comme il y a l'exemple de la fonction qui est le même jour les nombres entiers. Donc une fonction, une fonction est un sous-algorithme déclaré en entête dans l'algorithme principal, bien sûr, et qui comporte un ensemble des instructions qui donnent un seul résultat à l'aide d'un simple appel. Quand on arrive la fonction, on fait la syntaxe d'une fonction ou on fait d'ordre les fonctions.